السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ الأخبار يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن معلومة بتقول قوام الطرطشة المظبوط بيكون عامل ازاي. قالك الطرطشة عملية لا غنى عنها، ولازم تكون طرطشة قوية ومسمارية. يعني القوام المظبوط للطرطشة انها تكون مسمارية. يعني ايه مسمارية؟ يعني بتلاقي بعد ما بتعمل طرطش على الحائط بتلاقيها عاملة زي المسامير، بتيجي تمشي ايدك عليها بتلاقي خشنة خالص وعاملة كأنك بتمشي ايدك على مسامير. هو ده القوام المظبوط اللي المفروض يطلع للطرطشة. طب ليه لازم تكون خشنة ومسمارية؟ لان انت بعد الطرطشة دي ما بتيجي تعمل بؤج واوتار وتيجي تملى منى، انت محتاج يكون رف السطح اللي انت بتملى عليه ده يكون خشن، عشان لما تيجي تملى عليه منى يحصل تماسك. بس فعشان كده انت محتاج خشنة ومسمارية عشان التماسك عندك يبقى عالي. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو الفيديو عجب حضرتك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ادعو اصدقائك للاشتراك في القناة. لو محتاج نسخة من كتاب بروفيشنال انجينير سيب لنا كومنت على الفيديو او تواصل معنا على رسائل الصفحة على الفيسبوك. كل اللينكات هتلاقيها في وصف الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.